دفعت مبلغ مالي ضخم من أجل تصويرها بجانب رجل أمن مقنع. نشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم طردها من البوليفارد، حتى يقول المتابعين أنه تجمهر عليها الجمهور من أجل شهرتها أو بسبب شهرتها. تصدر تويتر السعودية مقطع فيديو لمنال العيسى بجانبها رجل ضخم الجثة ومقنع على أنه حارسها الشخصي. قالت مصادر مهتمة بأخبار المشاهير أنه تم طردها من البوليفارد، وفي حقيقة الأمر هي من جعلت أحدهم يصورها وهي تسير وبجانبها رجل الأمن، ودفعت مقابل الوسم لتجد شهرة أكبر ويزيد دخلها من الإعلانات، وتقول إن الناس تجمهر وحولها وتزيد عدد من المتابعين. منال العيسى سورية مقيمة في السعودية، تبلغ من العمر 41 عام، عملت في بعض وسائل الإعلام السعودية، أصولها كردية، وهي شقيقة المخرجة لورين عيسى.